مساء الخير. منذ وجد الفن كأداة للتعبير الإنساني كان الجسد حاضرا، ليس فقط كشكل ومثال، بل أيضا كملهم وكمنبع وحي ومصدر إلهام. ربما لولا العوامل الطبيعية من حر وقر وسواها لبقي الإنسان عاريا كما هبط من الفردوس الأعلى. على أي حال، لا نبحث في هذه الحلقة من برنامج وجهة نظر عن أسباب طرد آدم وحواء من الجنة، بل عن العري كقيمة فنية رافقت المبدعين منذ كان فن وكان إبداع. ويسعدنا أن نطرح قضية العري في الفن على أربعة من المعنيين، كل منهم بارع في مجاله، وهم السادة الضيوف الأستاذة الجامعية والمعالجة النفسية الدكتورة في الجامعة اللبنانية روز ماري شاهين. أهلا وسهلا بحضرتك. والفنانة المصورة كارين بدر، شرفتي. والفنانان التشكيليان المبدعان الأستاذ جوزيف توفيق مطر والأستاذ بيير كرام. أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل ما يعني نبدأ بطرح الأسئلة حول موضوع الحوار، اسمحوا لنا نشوف هيك عينة أو نبذة عن وجهة نظر الناس بالشارع ضمن هالريبورتاج. شوي صدمتيني. ما بعرف شو بدي اقول لك. About nudity؟ انت كيف تنظري لإله؟ مباحية 100% يعني. انه ما بقلع نهاري بلا يعني. Can be both actually. لا ما انه فن، بس انه خلص صرنا ب 2017. هي حسب كيف الشخص حطها للوجهة يعني. أكيد ممكن يوصل رسالة. Okay, I don't think they should be shamed for their body if they're comfortable with it. عار. لا. هذا شيء نحن طبيعي، هذا شيء جسمنا يعني، انا ليه بده يكون اباحي يعني. شو المشكله بالاباحيه؟ ما كل واحد يعمل اللي بده اياه. ما بحضرهم ولا بسمعهم ولا بهمني امرهم ولا كانه. اذا الاباحه كامله عيب اني هي عامل كريتيك على الاوفر فينال، اذا حلوه او لا، اذا وصلت رساله او لا. ما ضروري يكون ايروتيك، في يكون اكثر spiritual او physical اكثر، لانه اكثريه العالم انه بتلاقي اباحه يعني اكثر. اذا في سان سكس لا بدك تلبسيون تشيف فيها، it's not logical. It's also about self respect. Music, painting, as long as it has a message and it expresses something from the inside, that's art. يلي بيسمع فوستو بابيتي وكليدرمان ما بيسمعوا لي. هذا شيء حلو. مش بعرف سلامات على صارت. يعني آراء متفاوتة، وللأسف يعني بنشوف إنه حتى ضمن جيل هيك شباب النظرة شوي للفن العاري أو للعري بالفن بعدها بتخلط بالأمور الإباحية والأشياء اللي من هالنوع. بدي أبدأ معك أستاذي. أهلا. يعني رغم إنه يعني الجسد موجود مع الفن منذ ولد الفن لليوم، بعد النظرة لإله ملتبسي، ليه برأيك؟ فوت بالموضوع هيك شوي. لنو دولار لما سألوني الطلاب هون انه بنعمل حلقة عن نو دولار، طب في اشياء كتير فيه يعملوها وعيشينا اكتر من اللي بكيني مش عايشين اللي كيف يقولوا لو بيزاج دولار، المنظر بالفن، لو بورتري دولار، لا بنتور هيستوريك دولار، لا ناتور مورت، لا فلور بدكي. اجوا طرحوا موضوع لنو دولار. انا هذا موضوع درسه كثير وبحكي عنه ساعات. او شيء شو مفهومي للنو. رح نحكي يعني بالمفهوم وبالنظره وبالهيك. بس وجهه نظر العام اليوم، الجمهور العريض، بتشوفها اكثر تفهما وتقبلا بمجتمعاتنا ولا على العكس؟ خبره شو الخبريه؟ مش معودين على النو. نو يعني شيء بيقولوا نو ايه عم بشوم نو مدري شو. لا، لانه لما هو بيعطيهم ثقافه بيقولوا انه هالجسد اللي الله خلقه
سكنت وروح مقدسة بترجع عند الله في لعبة الله بالدق بيصير شوف إشي غير شكل إنه هذا جسد مقدس مش جسد عم نرسم نريد نعمل أوفر بورنوغرافيك أو إيروتيك أو شي لا حال حتى الإيروتيك يعني فن فن جميل بس ايه. الـ 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 يعني الغريب دكتورة شاهين لو سمحتي لي إنه مجتمعنا يتقبل يتقبل يعني العري أو ما يشبه العري بكثير من الأمور بالبرامج التلفزيونية بالفيديو كليبات بالكذا بس يوصل على النحت وعلى الرسم وعلى الصورة الفوتوغرافية بتلاقي شوي بعدها يعني بعده بارد بالعلاقة إذا ما بدنا أقول رافض مصبوط. وسمعتي أحد يعني الكرام قال عار وعيب لما بتحكي عن البورنوغرافية كلهم بدهم يقولوا لك عار بس إذا حكيت عن الفن عن الرسم عن النيو أكاديميك عن يلي عمله مثل ميكالانج بالكنايس بكذا بهيك الإنسان يلي مثل ما الله خلقه يعني ساعتها بيصير له غير رموز العري بيصير له رمز جمال الجسد له رمز الحياة له رمز الأصالة إنه الإنسان بلا قناع هون هو جاي بأصالته مثل ما هو وكمان حتى الروح لما الواحد بيروح بيحكي ما بيكذب بيكون عم بيعري روحه عم بيحكي عن شخصيته مثل ما هي يعني يعني هون بتجي بمعنى صراحة بمعنى جمالة أكثر والفن هو بيعبر بصراحة وبطريقة جمالية يعني الفن منه بعيد كتير عن عالم العري يعني كريم حضرتك بتصوري يعني الجسد الإنسان البشري سواء كجسد يعني متكامل أو أجزاء يعني شفت صور اللي حضرتك ممكن تصوري مثلا إيد ساعد كتف إلى آخره اختيارك لهال يعني لهالموضوع ليه ببساطة لأنه يعني الإنسان بس يلبس على نفسه بيبقى عم بيغطي جزء من هو مين بس تشلح انت بترجع انت على يعني على شيء اقرب من 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 شخصيتك من حقيقتك اللي هي مش الحقيقه الجسديه ممكن جزء ممكن ايد ممكن ضوء على طاجه من الجسم تعبر عن اشياء كتير ممكن جسد كامل عاري يعبر عن نفسيه شخص في كتير عالم اشتغلت معهم هن يمكن بيومياتهم منهم مرتاحين او متصالحين مع جسدهم متصالحين مع نفسهم اكثر بس يكونوا لابسين ولابسين هذا القناع لابسين هيدي الشخصيه اللي هن حاطينها لنفسهم بس تشلحهم اياها بيضيعوا فبس اشتغلت مع هدول الاشخاص وصلت معهم لان نوصل انهم يتصوروا مش بس انه يتعروا ويتصوروا بالنسبه ل يعني على من ميلتي الي انا مثل ما من ميلتهم لهم هي كانت اكسبيرينس كثير قويه لانه انا كنت عم بكون ويتنس يعني انا عم بقدر شاهد هيدا الترانسفورميشن تبعولتهم يعني هيدي التغيرات وهن مشان اول مره كانوا شوي موجودين قدام نفسهم يعني كانت لحظه هيدي لحظه الصوره كانت لحظه حقيقه بالنسبه لهم يمكن ما انا حقيقتهم التامه الكامله بس هي لحظه حقيقه تبع هيدا الوقت المعين تحت هيدا الضوء بهيدا الاحساس المعين حلو استاذ بيير اشتغالك على الجسد طبعا بالنحت يعني بصير الجسد حاضر اكثر حسي نعم انطلاقا يعني شو اللي بيعطيك اياه الجسد الانساني كفنان هلا يمكن اكثر فن مرتبط بالجسد هو النحت صحيح لانه مرتبط بالخلق واكثر رفض دينيا انت تشوف قديش خطر عليهم يعتبر نوع من تجسيد حسي عم بتحسه هلا حتى انه اول منحوته هي كانت نيو اذا لان موضوعنا عن نيو اول منحوته انوجدت اللي بيعترفوا هي نيو صغيره كانت عن نيو هلا مثل ما قالت المدام هي الحقيقه هي وقت التعري هي شايل الماسك عم بتروح للحقيقه النيو بالنحت موضوع كتير قديم وعم بيتعالج وراح يضل يتعالج بس اللي بيفرق انه اللي عم بيعالج الموضوع لان من الوف السنين كان موجود هيدا الموضوع ونعمل النيو وبعده موجود وراح يضل موجود الفرق هو كيف الفنان بعصره وعم بيتعامل مع هالنيو بدي ارجع للموضوع عن الاساسي انه نظرة كيف الشباب او المجتمع بينظر انا برايي عم نرجع
حاليا لورا. اكيد بدنا نرجع نقدم لقدام، بس هلا لان نحن بنشوف اعمال القديمه بتشوف فيها جرأة، جرأة يمكن نحن بنقبط منها. صحيح. كيف بعد الشارع وبالنحت هي حسب ثقافة النيو، حسب ثقافة اللي عم بيتلقى المتلقي. إذا هو عنده ثقافة فنية أو عنده ثقافة بشكل عام بيتقبلها إنه هيدي من أعمال فنية، هيدي مش إباحية، هيدي هو شو بيشوف. يعني أكيد أنا عن شوف بالعمل الفني، عن شوف الإبداع، عن شوف أو عن حاول حط هالشي، بينما اللي بيجي بحط السكس بالعمل هذا هو هيك، هيدي مشكلته، بس مش مشكلة الفن أو العرب الفن. هو حسب فعلا حسب خلفية كل متلقي ومستوى وعيه ومستوى ثقافته. سيد جوزيف كنت عم تقلي انه عندك فهم يعني ومفهوم ووجهة نظر بموضوع العري بالفن، قلي اياها لو سمحت. يعني حضرتك لما بترسم جسد عاري ليش خبرك خبرية لولو بحد ذاته مش هو جسم متعرى. نعم. لأن دائما نستعمل لولو بنقول سجرة نو دسيف، هاي نو بيت نو فاضي الخير. النو هو كونسيبسيون حضارية عمرها ألوف السنين. نعم. مثل ما قال السيد بيير، أول ما عمل الإنسان لفينوس اللي لقيون مؤخرا صاروا لقيهم 200-280 فينوس، أكتريتهم بأوروبا لقيوا بفلسطين بالمغرب، كانوا دينو صح إنه أشكالهم من هالقد ل 25 سنتي. أول شيء في الصدر والبطن والأشياء والساكس هكذا كانوا كتير، بس ست هود النو كانوا يشوفوا هكذا الخبريين. هلأ في شغلة إنه حضرتك لما بترسم ويه؟ جسد عاري ويه؟ ليه؟ يعني شو اللي بخليك ترسم هذا الجسد الإنساني؟ تخبرك شغلة أول شيء، في كنت تسألني كيف تعمل منظر يو كيف بترسم تفاحة يو بترسم زهري. أنا بالنسبة لي ارسم تفاحة يو بورتري زيت الشيء، عم بعطي رأيي وعم بعبر من خلال هالأشكال، لأنه كمان النو هو أشكال فيها نسا وبروبورسيون وفيها تأليف، هي لعبة خلق بعدها بالآخر اللعبة. هلأ النو اللي بعمله أنا مش ممكن تستحليهم أو تشتهيهم، مش ممكن تحس فيهم بورنوغرافي يو أبدا، مش معقول يو إيروتيزم. فيك تحطها بكنيسة إذا بدك. هلأ في ناس في فترة حتى فنانين كبار رسموا دي نيو بورنوغرافيك، بس اجوا حركة النيو كلاسيسيسم وهيدي في كتير وقعوا باللعبة باللعبة البورنوغرافي. صحيح. ومثل ما قلنا يعني الايروتيك فن كمان فن قائم بذاته. بدي بس اسمع رأي دكتورة بهالنقطة، انه العري بالفن قديه هو يعني فينا نعتبره فن قائم بذاته، يعني الجسد الإنسان اللي خلقنا على صورته ومثاله أو في أحسن تقويم حسب التعبير القرآني، قديه هو يعني موضوع قائم بذاته الجسد؟ لأن الجسد هو بيعبر. نعم. مثلا الفيلسوف هيجل لما كان عم يدرس تاريخ الفن، لما نوقف على الستاتيو غريك على السكولتور اليونانية، قال انه هيدي من قمم الفنون. ليش؟ لانه مصورة وكأنه فاتح تمه، كأن في روح بقلبه عم بيحكي. يعني هيدا جسد بس بيحتوي بذات الوقت الروح. تأرجع لموضوع ميكالانج بالنسبة للعري، لما طلب منه البابا يوليوس الثاني يعمل الفوت تبع الشابيل سيكستين، عملها كلها بيرسوناج عريانين. اجوا الناس بيشتغلوا مع البابا قالوا له كيف هيدا كافر عم يعمل هيك بالكنيسة؟ سألوا قال له ليش؟ قال له نحن ببيت الله وأنا بدي صورهم مثل ما الله خلقهم. وهيدا الجمال، جمال الخلق. قال له جمال الزهرة لما بتكون بعدها نبتة موجودة، لما بتشيلها وبتحطها جوا حتى الملائكة رسمهم عرات يعني مزبوط. حتى الملائكة. بس من إجا من بعد يوليوس الثاني إجا البابا بعدين بولس الرابع رجع طلب انه يرجعوا يحطوا لهم ورقه تين ورقه عنب، لان هول ما بيصير الناس تفوت على الكنيسه وتصير تطلع تشوف هالاشخاص. دائما الموضوع هيدا مرتبط يعني بالسلطه الدينيه والسياسيه. بعدين في وقت باوروبا صار في
فاك بيوريتانيسم، يعني صار في لما خلقت البروتستانتية وقويت صار في نوع من تزمت انه ما بيسوى هالشي يبين الجسد يبين كذا، صار مرتبط بالخطية، ما بقى مرتبط العري بالطبيعة، صار مرتبط بالخطية، صار له غير تأويل. رح نتوسع أكثر ونتابع، وللأسف نحن اليوم بعالمنا العربي عم نعيش مرحلة شبيهة يعني من تزمت والتطرف والنقوص إلى الوراء. بس خلينا نسمع يعني مجموعة آراء لعدد من الفنانين اللبنانيين ونظرتهم ووجهت نظرهم ورأيهم بالموضوع اللي عم نحكي عنه إذا سمحت. النيوديتي هي فن، وبس تيجي ترسميها بتابلو عم تاخدي صورة من هالصور وعم تعملها exaggeration أو simplification بالكيرف أو saturation باللون، عم تعطيها معنى تاني، وبس تعطيها معنى تاني بتفتح لك مجال أكتر للخيال، لأنه منا عايشة قدامك، هي static صورة بس الكيرف تبعولها بيمشي بياخدك محلات. يعني يا بدها ترمز لتفرجي جمال المرأة اللي عم ترسميها، جمال الجسم تبعها، جمال الخيال، قدي فيك تبعدي بالخيال، قدي فيها تكون أبستراكت وبعدها مبينة. أو أيام بتكون بدك تعملي شوك، بدك تكوني وقحة وبدك تفرجيها بكل قوتها وبكل بلا نعومة. والحلو فيها انه كمان فيك ترجع تشوفي اشي عملتيه قبل وترجميها بغير طريقة، لانه it's very versatile. النيوديتي الايراتيك التارجت تابولا بس biological، اذا بديك انه توصلي to a biological excitement. والنيوديتي يلي بس artistic فيها تكون abstract، فيها تكون cubic، ما ضروري تكون provocative، ما رح تنقذي منها لأن منها ريل، منها حقيقية. ما في، أنا بالنسبة إلي إيغوتيك سي إيغوتيك، ما في شيء مش إيغوتيك. يعني quand tu vois un sein أو skin partie de la peau بس مصور بطريقة سي إيغوتيك. الإيغوتيزم، في فرق هون بيضيعوا بين الإيغوتيزم والبورنوغرافي، هذا الفرق. البورنوغرافي هو الفولجار أو الشيء الكتير بروت. الإيروتيك فيه دايماً بويزي، وأنا هذا يعني كيف اللي بيكتب شعر، أنا بقول ما بعرف أكتب شعر، بحب الشعر، بحب أسمعه، بحب البويزي، بس ما بعرف، ماني شاطر بالكتابة، بقدر أعملها بالصور أو بحس، بعتبر حالي ما بعرف، هذا سبيكتاتور هو مفروض يقلي أو الناس بيحبوا شغلي أو شايفين شغلي يقولوا لي إذا مزبوط قدرت أكتب شعر أو لا. والشعر إيروتيك، يعني الشعر لما بيكونوا عم بيحكوا غزل مثلا بالشعر العربي هو ايروتيك، سي دي ايروتيزم، مي سي با دي لا بورنوغرافي، سي با دي فولجير. بقى ما في نيو ارتستيك ونيو ايروتيك، انا بالنسبه لهم هو ذاته الايروتيزم سي دولار، الار سي دي ايروتيزم. شغله كثير مهمه تكون موجوده، بس تكون موجوده بطريقه مهذبه وإلها معنى. يعني خيط بين يكون مهذب وإله معنى او وجوده ذكي او حلو أو فولجير بس بو شوكي أو إنه يابا حطينا نيوديتي. دونك في خيط بيناتهم كتير مهم. أول ما بلشت فوتوغرافي كنت خلص بنت إذا بتقبل معي بصورها نيو. يعني هلا أكتر سلو كاركتير، يعني هلا إذا في نيوديتي وما في كاركتير بالشخص بالإنسان اللي عم صوره ما بقى له معنى كتير. اللي ما بيعرف يرسم مرح عارية معناتها ما بيعرف يرسم. اللوحة ما بترمز لشيء، اللوحة ما اللوحة منا قصة، اللوحة مساحة ملونة قدامك بتشوفيها وبس، كون عم برسمها عم شوف الخطوط تبعها وعم شوف الاناتومي تبع جسمها كيف وشو الوضع تبع كل حركاتها حتى لي ارسمها. اذا ما بعرف الاناتومي تبعها ما بعرف ارسمها، استوحي شو بيخطر على بالي برسم. ما خص هذا هولي موضوعين مختلفين عن بعضهم البعض. اللي بده يعمل فن بده يروح باتجاه انه هو عم بيرسم حتى لي يحقق رسم صحيح بمظبوط بحبه حتى لي ينشاف، مش اكتر من هيك.
الناحية الثانية الرسم اللي تبع اللي فيه الجنس وهذا موضوع آخر منفصل تماما ما له علاقة يعني. مداخلات قيمة من ثلاث فنانين متميزين كل واحد بمجاله. كارين، الجسد لما بتكوني عم بتصوريه الجسد العاري قد ايه بيعطيكي يعني هذا العمل متعة مختلفة، يعني مش متعة جنسية مش متعة حسية، قد ايه يعني وعم نشوف بعض الصور اللي من شغلك، شو المشاعر التداعيات اللي بتحسيها وبتعيشيها بهذيك اللحظة؟ تفرق بين كل شخص وشخص عم بتصوره، لأنه أنت منك عم بتصور جسد عاري، أنت عم بتصور شخص وعم بتصور أحاسيسه تحت ضوء معين لهدف معين، فكل مرة الأحاسيس تبقى مختلفة، بس في خط واحد بكل مرة بصور فيها هي ذاتها، هي هذه اللحظة يلي أنا الشخص اللي عم صوره عم بيعطيني هالحقيقة عن نفسه اللي هي مثل كادو مثل ما بيقولوا، لأنه هيدا مثل لحظة في صار في انفتاح بين هيدا الشخص وأنا، صار فيك مثل لحظة حقيقة بيناتنا كتير حلوة. بشغلك يعني اللي بيختلف يمكن عن شغل الأساتذة إنه هن ممكن يرسموا جسد متخيل، يعني مش بالضرورة دائما يكون الموديل حاضرة قدامهم ويرسموها أو الرجل أو امرأة، بينما حضرتك بدك تصوري جسد من لحمه دم، في شيء مختلف تماما بهالحالة هاي. هلا في كمان رسامين وسكالتشر بيطلبوا شو اسمه شخص يكون موجود، بس اللحظه تبع الكرييشن عندي اللي انا بيبقى الشخص موجود، يعني هيدا العمل بيصير عمل مشترك بيني وبين هيدا الشخص، هيدا الفرق اللي كتير كبير، يعني وجودهم هي بلحظه اللي عم نصورهم انا فيها عم تخلق هيدي أساس بيير. الجسد بلوحتك هل هو جسد واقعي يعني محمل بهموم وأحلام وآمال وشوائب هذه الحياة، أم هو جسد متخيل حالم أثيري؟ حسب الحالة، حسب أنت شو بدك توصل. بالنتيجة عم نتناول الجسد مش لأجل الجسد، لأجل إحساس معين أو رسالة معينة حتى من خلال الجسد. بتعرف أنت الرأس مثلا الجسد بيعبر كتير، الإيد بتعبر كتير، فكيف بعد إذا الجسد والوقت؟ حسب أنت شو بدك توصل، بس أكيد هو في تفاعل كبير وكتير بالفعل النحت قريب للخلق، لأن عم تتناول الموضوع عم تحسه عم تلمسه بنواحيه كلها غير الرسم. الرسم يمكن تكلم يا موسى خيف الله منه. أنا عم بحكي بمسؤولية صحيح أنه في خلق، لأن عم تتناول مثل ما نقول موضوع بين كل النواحي، هذا اللي بيفرق عن الرسم. الرسم عم تتخيل عم تشوف بوز واحدة من جهة واحدة، بينما النحت لا قريب للخلق لأنك عم تبرم حواليه عم تحس بالفوليوم بالفورم بالواحد. حسيت شي مرة أنك بدك تحكي مع منحوتي عملتها أنه عطول بدك تحكي معه، بدك تضلك تحكيها تتظهر لحقيقة. شفت لك صور يعني بهالكتالوج اللي قدامنا أو بهالكتيب اللي بيقدم نبذة عن أعمالك أو هيك بعض الأعمال، قاعد أنت ومنحوت يعني إحدى المنحوتات على مقعد صحيح. يعني كأنكم شخصين قاعدين مع بعض، العمل وصاحب العمل. أكيد في تفاعل يعني بدك تفهم المنحوتي والمنحوتي بدك تفهمك، بدك تعطيها، ما أنت عم تعطي عم تخلقها، ما هوني ساعات بتكون عم تخلق شيء بدك عم تعطيه من زيتك، أكيد في تواصل أنت وياه. وقت اللي أنت بتروح هو باقي، هذا أنت باقي. صحيح. دكتورة شاهين، منلاحظ أنه قبل يعني سواء خصوصا مجتمعاتنا، دائما لما بنحكي عن مجتمع اللبناني مجتمع العربي، إذا رجعنا لعند أسلافنا بالشعر وأحد الضيوف ذكر الشعر، يعني كانوا أكثر جرأة بالتعبير بالفلسفة بالفكر لناحية جهة العلاقة مع الجسد والحكي عنه. يعني إذا منجيب كتب التراث أمهات الكتب منشوف شو فيه هون، ومنشوف اليوم ردة فعل أجيال شابة على هالموضوع، منلاقي أنه كتير اختلف الأمر. أدي برأيك يعني الإضاءة على علاقة أسلافنا بالجسد وبالعري بالفن وبالفكر وبالفلسفة ممكن يساعدنا على تفهم أكثر لهالموضوع؟ ليك بدنا نفرق هون بين الإباحية والإيروتيزم. لا نحن فرقين، هو المشكلة وين دكتورة؟ أنه الإباحية اليوم مقبولة
الإباحية مقبولة عندك يعني الشاشات لا. الشاشات التلفزيونية فيها أحيانا ابتذال بس هيدي غير الإباحية غير الإباحية اللي كانت تبين بالنصوص وبالشعر أنا بعتقد بالنصوص وبالشعر ببين أكثر إيروتيزم لأن هو بيحكي وأنت بتتخيل يعني بيطلق لك الخيال وبتصير يطلق لك شيء نفسيا الهوامات وهالهوامات هيدي بتعطي جمال يعني بتصير أنت تجمل الأشياء اللي ما عم بتشوفها شفت كيف؟ هلأ اليوم البورنوغرافية مثل ما عم تجي يعني حسب بعض الفلاسفة هي بتصير كاريكاتير للواقع بتبين الواقع بطريقة بشعة كيف كاريكاتير بتكبر الأشياء وبتعطيها بطريقة بشعة الإيروتيزم بالعكس بفرجيك جزء من الجسد وانت بتصير تتخيل الشيء اللي ما عم بتشوفه وهون انت بتصير تجمله بصير يخلق لك شعور حب وكذا على كل حال كلمة إيروتيزم جاية من إيروس الملك اليوناني للحب صحيح. وعند الفلسفة اليونانية كان من إيروس يطلعوا للجمال ومن الجمال يطلعوا للحقيقة يعني هيدي كانت البيراميد يلي الحب والجمال بيوصلوا ويبدو للإنسان يبدو لحقيقته ببلادنا يعني. ما حدا بدو يانا نوصل للحقيقة أو نطلع هلأ بالأدب يلي بيسموه إباحي غير كلمة بورنوغرافية هيدا شيء في وصف لجسد في اشياء في هيك بس هيدا بضل يخلق لك بالمخيله عندك بس لما بيجي فيلم بيفرض حاته عليك بصوره يعني كاريكاتير لرياليتي انت دغري بدك جزء منك بده يرفضها لان خلص ما عطاك بقى شيء تتخيله مش هيدا الموجود براسك بس جوزيف بنشوف الجسد بالفن التشكيلي وبالرسم خصوصا جسد المراه اكثر حضورا من جسد الرجل وحتى بالفن يعني بالحركة التشكيلية اللبنانية وشفنا عند الأسبوع الماضي قبل شوي وحتى عند حضرتك هالنساء يعني قبل ما نحكي ليش نساء دائما مكتنزات ويعني مش نحيفات المرأة باللوحة التشكيلية نادرا ما تكون نحيفة بس قبل ليش الأكثر حضور جسد المرأة مع أنه أول سكولتور تعتبرها سكولتور اليونان كان سكولتور رجل مش امرأة أول شيء هلأ حسب هلأ في مراحل بالموينعش مراحل أيام لار رومان إيغوتيك كان ممنوع بالسكولتور العراق وبالبنتور بالكنيس وبالكاتدرائيات كل شيء يرسمه بس بالصور اللي بتمثل جهنم كانت تقشع دفام عم بيشوشتون الشياطين وديزوم اتسترا هلأ طبعا لأنه جسم المرأة جسم إنسان حلو كتير البروبورسيون تبعه ما في يقول لك دافيد دو ميكيلونج مثلا اللي بفلورنس هو أقل جمال من شغلة تاني من نو من وحدة نو سكولتور مرأة نو رجال وجميل كتير تتطلع فيه كله لعبة الخلق ما إلا دخل إن كان مرأة يا رجال بس المرأة حاضر أكثر بتعتبره جميلة أكثر يمكن بتعطيهم كونتاسيون أكثر تيشتغلوا هيك الحال رح نتابع ونتوسع أكثر بالموضوع بس اسمحوا لنا نتوقف مع أول فاصل ثم نعود إلى وجهة نظر والعري في الفن Yeah.
تصور انه بيت احلامك بلحظة قدامك بتشوف. تصور لولا ما ضيعت وقتك عم تبرم وتسوق. تصور انه بكبسة زر قادر تنقي مظبوط. تصور انه بمطرح واحد رح بتلاقي كل بيوت. بس تصور شو فيك تعمل. نقي الحي اختار البيت شوف الشقة وتم البيع. نزل تطبيق OLX ولاقي بيت احلامك. حياه وجهه نظر اترك اللحظه اترك لحظه ما اترك للحظه تقبل بل انه في اوقات روح عندك روح فيك الروح راسك روح كلك روح. بيروت بير بيرة بالشتوية كمان صار وقتها. مشاهدينا الكرام نتابع برنامج وجهة نظر وموضوعنا الليلي هو العري بالفن وضيوفنا الكرام مع حفظ الألقاب الدكتورة ماري روز شاهين و المصورة الفوتوغرافية كارين بدر والفنان التشكيلي الكبير الأستاذ جوزيف مطر والنحات المبدع الأستاذ بيير كرم. أهلا وسهلا فيكم كمان مرة. وقبل ما أطرح المزيد من الأسئلة على موضوع الحقيقة شائك ومتشعب وبيحمل حلقات, يعني الواحد كل سؤال عم نطرحه بيحمل أن يكون موضوع قائم بذاته. بس خلونا يعني بداية نسمع رأي من أحد النقاد الكبار في لبنان والكاتب والصديق الأستاذ إيميل شاهين, نسمعه سوا. شوف النيوديتي العري موجود بفنون الرسم منذ ولادة الإنسان, يعني السينما وقت اللي دخلت على الفن السينمائي جربوا القيمين على السينما انه يحافظوا على منع العري. كان في كود اسمه كود هيز استمر لحديت منتصف الستينات عم يمنع العري الكامل بالسينما الأمريكية. هلا السينما الأوروبية واذا بدي اخذ مثل السينما الفرنسية بدأت تجابه السينما الأمريكية بما أنه عندهم هالمنع القاسي صار العري موجود بأوروبا قبل أمريكا. ومنعرف نحن أنه مثلا بالخمسينيات برزت بريجيت باردو كسكس سيمبل وكل أفلامها كانت على القليلة تظهر بمشهد عاري. هلا بعد منتصف الستينيات تعمم العري بكل السينما العالمية وحتى أمريكا تخلت عن كود هيز وصار في عري بالسينما الأمريكية. نحن بنعرف إنه نيوديتي الإيروتيك هي الموجودة أكثر, يعني بنلاحظ إنه في أفلام مثلا إذا أخذنا كل السيري تبع أفلام إيمانويل هي إيروتيك وحتى صاروا الناس يسموها إيروتيك شيك لأنه صار عائلات يحضروا ويعتبروا أنه هيدي مميزة عن الإيروتيك الرخيص. بس الأرتيستيك موجود بالسينما ونحن بنلاحظ أنه مثلا إذا أخذنا مخرج مثل بيتر غرينوي نلاحظ أنه بأفلامه بيدخل العري بس بيدخل كأنه لوحات, يعني هو بيستشهد بلوحات كبار الرسامين وبيجرب يقدي لنا اياهم بلغه سينمائيه متحركه. يعني انا بشوف مثلا انه فنيا ما فينا الا ما نمتدح الفن العري وقت بيكون رايح باتجاه ارتستيك. بما يتعلق بالسينما اللبنانيه للحقيقه بالسبعينيات كانت الرقابة قاسية كتير, كانت تقطع كل الأفلام العالمية, يعني إذا كان في عري بفيلم مرق بالعالم هون بلبنان كان ينقطع.
سمير خوري تجرأ وعمل فيلم صيدة الأقمار السوداء، ظهر في عري والرقابة غضت النظر عنه ونزل على الشاشات، لقى نجاح كبير لأنه كان بالنسبة لللبناني اللي هو محروم من العري، ومنعرف عنه كل شيء محروم كل شيء مرغوب بيصير لها. بقى هون كان الفيلم لقى نجاح كبير. بس اليوم إذا بدي اطلع على العري اليوم، بس بياخد مثل فيلم لسن لفيليب عرق تانجي، اسمعي هذا الفيلم مثلا في مشهد عري كتير حلو لأنه علاقة حب، يعني بتوصل لطبيعي أنه علاقة جنسية توصل للعري. بقى الفيلم الرقابة سمحت لأنه هلأ صارت الرقابة شوي عم تتساهل مش مثل أيام السبعينيات، بس هو منعته لتحت 18. يعني أنا برأيي هون مثلا هذا المشاهد أثرت على الفيلم سلبا، لأنه منع اللي تحت 18 لأسباب كان لولا استغنى عنا المخرج وأدى العلاقة الحب بدون ما يدخل بالعري كان الفيلم ما وقع بمشكلة المنع ال 18، وما بعتقد جذب جمهور أكثر للعري لأنه مثل ما قلنا صارت موجودة بالدي في ديز، موجودة بالفيديو، موجودة بالساتلايت بالفضائيات، إذا ما بعتقد فادت الفيلم. أنا بآمن أنا بالمبدأ يعني بفضل أن الرقابة تلغى، وبتذكر أنه وقت كانت الرقابة قاسية في لبنان كنا نحضر فيلم كامل خصوصا إذا كان فني نحضره وقت اللي نسافر على أوروبا تنقدر نحضره كامل لأنه ما كان في DVD تنقدر نجيبه. اليوم الرقابة ما بقى لها معنى لأنه إذا منعت مشاهد العري أو منعت فيلم لأنه في عري أو قطعت المشاهد الناس تحضرها على DVD، شو بيكون صار؟ بيكون صار المشكلة أنه خسروا المنتج الإمكانيات اللي بيقدر يربحها من الفيلم، والمنع ما قدروا يمنعوا هالشيء إذا كانوا بيعتبروه لأخلاقي لأنه الناس حتركوا تحضروا على DVD أو تحضروا بطرق أخرى. حسب ما لاحظت هلا الرقابة صايرة أقسى على الأشياء الطائفية أو السياسية، يعني تقريبا في شوية تسهيل للرقابة يلي هي العلاقة بالعري، صار بيعتبروا أنه بيمنعوا الفيلم لتحت 18 وبيمشي الحال. يعني من هالزاوية هيدي بتخيل أنا أنه صار في نتفة نضج أكبر بالرقابة من ناحية العري، بس قاسية من ناحية الأشياء اللي بيخافوا لتخلق مشاكل اجتماعية اللي هي شيء طائفي أو شيء سياسي، هذا اللي عم بيكونوا أقسى عليه. يعني كل الشكر للأستاذ إيميل شاهين على اللي تفضل فيه، ونتمنى فعلا أنه الرقابة يعني تبطل موجودة أساسا لأنه ما عاد إلا معنى اليوم، يعني بكبسة زر أي ولد بيقدر يفوت على كل الدنيا، تجي أنت بتقص من فيلم 3 دقايق أو دقيقتين، يعني شغلي مألم. والأسف يمكن الرقابة أكثر تساهلا المجتمع أكثر تشددا، يعني صحيح. العكس عم يحصل. يعني فتح لي على موضوع الأستاذ شاهين، هو العري مش موجود بس باللوحة وبالمنحوتة، يعني موجود بالسينما وموجود بالكليب وموجود بالرواية وموجود بالشعر، موجود بكل شيء، بس كأنه ثابت كارين، يعني العري الثابت بالصورة أو باللوحة لأنه يعني لحظة وجمدناها بخوف أكثر من المتحرك، بمعنى أنه بيشوفوا فيلم أو مسلسل لقطة مشهد بيمروا عادي، بس لوحة بيوقف هيك بينقز أحياناً قبال المتلقي الشرقي خصوصاً، بينقز من كل شيء ما بيفهمه بعتقد. نعم. يعني ما عندهم مشكلة يشوفوا عري نصفي أو عري حتى ممكن تقول عنه يعني فالجر. نعم. يعني عم نشوفه كل يوم على الشاشات، عم نشوفه بالطريق، عم نشوفه وين ما كان، هيدا مقبول، بس يشوفوا العري بشكل هن منهم معودين له هيدا الشيء بخوفهم. هل فينا نقول انه العري اللي سميتيه فالجر او العري المبتذل بخاطب الغرائز فبيقبلوه، بينما العري بالفن بخاطب ما هو ابعد من الغريزي فبالتالي اكيد هن يعني سوري بس بعتقد كان هذا الشيء عم يتداول من نعم. شوي بعتقد انه اليوم يعني الحوار اللي نحن فيه اليوم اسفا بدل كمان على المجتمع تبعنا اليوم قديه، ونحن اليوم بال2017
بال 2017 نحن رجعنا كثير لورا، مش بس بالثقافة، بالأحاسيس الإنسانية تبعنا. يعني أنت كإنسان اليوم حط الثقافة على جنب، حط الكلتشر على جنب، حط كل هدول الأشياء، أنت بطبيعتك أحاسيسك بتدلك بس تشوف شغلة حلوة ترفعك على محل معين، والأشياء اللي هي بتنقال قباحية بتردك على شو اسمه اكزاكتلي exactly على يعني هدول البرايمال انستينكت تبعولك لك انت. انت اليوم بال 2017 مفترض العالم تكون تقدمت صحيح. تقدمت صار في عندها يعني ارتفع يعني الاحساس الاجتماعي العام. نحن اليوم عم نشوف بانه لا ما ارتفع. للاسف ما عايشين بمنطقه فيها حروب وازمات اصلا غرائزيه، يعني بالمعنى الغريزه الدينيه والغريزه المناطقيه والطائفيه و الى اخره. ما بدي اخرج عن عن الموضوع كثير. سيس بيير، مساله تسليع الجسد اليوم بالثقافه الاستهلاكيه السائده بالعالم، بالاعلان بطريقه احيانا كمان يعني بمبرر وبدون مبرر، مش ممكن تكون كمان تركت اثر على حضور الجسد العاري بالفن؟ أكيد أكيد. ما هو وقت تستعمل الجسد كسلعة نعم. تنطبع بفكر الإنسان اللي عم نعتبر الإنسان العادي، طبعا أقول غير كلمة إنسان العادي، بتنطبع أنه هذه سلعة. وقت اللي بيشوف عمل فني ما بيتناوله كعمل فني، بيتناوله كسلعة، بيوقف ضده، بيعتبر حاله عم بيعمل شيء مهم لدينه لفكره لتربيته، بيحارب هالعمل. فأنا على طول برجع بنطلق من الإنسان مش من العمل. العمل هو عمل رح يعيش ألوف السنين، هداك رح يعيش كم سنة ويروح، بس فكره اللي هو عم بيتناول العمل من خلال ظرفه، من خلال فكره، من خلال بيئته، من خلال الحيوان اللي جواته. مع أنه الكلمة يمكن ما كتير حلوة بس واقعية. هي الكلمة ما بها شيء، بس استخدامها مع الوقت حولها لكلمة مش حلوة. طيب كفنان يعني مش كرجل بمعزل عن رجل أو مرأة، أي جسد، هل جسد المرأة لإلك كفنان أكثر إلهاما أو ما بتفرق القصة بالنسبة ل أنا شغل اثنين نعم. هلا هذا بصير بحالة الإبداع وشيء، أنت ما بتعود تفرق بين رجل أو مرأة، بدك توصل لحالة الإبداع. بس ما بعرف ليه سبحان الله المرأة أجمل نعم. التعبير بالمرأة يمكن أجمل أو أسهل، يمكن لأني رجل، بس في يتناول الموضوعين وبتفوت بحالة موضوعك وبتنسى أنت مين. هل العكس ممكن يكون صحيح؟ يعني بمعنى هل المرأة الفنانة بعلاقتها أو اشتغالها على الجسد الإنساني ممكن تشوف جسد الرجل أكثر إلهاما، ولا لا جسد المرأة بطبيعته بتركيبته وتكوينه هو أكثر جمالية؟ مختلفين هن، مختلفين اثنيناتهم بيعطوك ذات الكرياتيفيتي نعم. بس هن الحركة تبعهم مختلفة، تكوينهم مختلفة، أحاسيسهم مختلفة. أنا دائما هيك عندي وجهة نظر بقول أنه يمكن ربنا لأنه خلق آدم بالأول لما شاف الشوفة اللي عملها ما عجبت قال لك بلطف الجو شوي فعمل حواء. هل يعني جسد حواء أو الجسد الحوائي أستاذ جوزيف بالنسبة لحضرتك أكثر إلهاما ولا حسب الموضوع اللي عم بعيشه؟ نعم كله مرتبط عندك أنا بالموضوع. أنا الخبرية هون أنا معامل كتير تابلو دول نعم. بآمن إنه بالكوسموس لمن الله خلق الكون إذا نعم. بتراجع على الأشياء كان في حد منه بريزنس فيمينين بعبي هالكوسموس أجساد أنثوية امرأة بحب تكون المرأة موجودة بالداء مش يعني على إذا بدي أعمل موضوع داخل موضوع الرجال بقدر مش حسن. ليش بتحب تكون المرأة لقد موجودة بالداء؟ لأنه نحن تعرف قصة الله إذا نعم. نرجع لقصة الله هات شو قصة الله؟ الله يعني كانوا يقولوا الله إيه مسكولين نعم. مع أنه الله نيه مسكولين اللي فيه الله هو الله ما إلاش دور المرأة بهالدق هو الروح القدس شو مثلا حتى بكتب الجوج بالتوراة بالبيبل نعم. اللي بيحكوا إنه لو بون ديو فوزي لي سيركل دي سيركونفيرونس اون كريون هالكوسموس الطويل العريض بقول لك يا في اون بريزونس او فيمينا حد منه في قصة بقول له هالبريزونس سي لا ساجيس لا سي لا فام يعني المرأة موجودة لو فيمينا موجود مع الماسكولين
من اللي منبلش الكون مش جديد دايلهم مع بعضهم كيلوان شو؟ قديه العري دكتورة بالفن دكتورة بالفعل الثقافي عموما يعني سواء بلوحة بقصيدة بفيلم سينما أحيانا بنشاط يعني هو نوع من الاحتجاج أو نوع من التعبير عن موقف ما من الحياة ومن الوجود ومن القضايا السياسية والثقافية والفكرية العري بيخلق شوك نعم. خاصة إذا إجا إنسان حقيقي بمظاهرة مثلا تعرى يأثر على الرأي العام مثلا في كنت عم بقرأ هذيك اليوم مثلا صاحبته لرونالدو تبع الفوتبول مش يتعاري تطلب مساعدة للنساء المصابة بالسرطان اللي عم بيعملوا عمليات عم تشوه لهم جسدهم مثلا في مظاهره شفناها مؤخرا على التلفزيون نسيت شو السبب انا كانوا عريانين بس حاملين ورقه بتبين عن مطالبهم لان هون بيلفتوا النظر ومجبورين ينظروا لهم يعني ما انهم مثل المتظاهرين البقوي وكمان بيسلطوا الضوء اكثر على القضيه اللي عم يطرحوها من خلال الانسان تيتعرى هيدا بتكلفه تيجي يتعرى بالشارع هذا يعني الانسان الطبيعي بس هذا بدلك كمان قديه العري له التاثير له التاثير قديش فيها قوه قديش حقيقه الانسان فيها قوه هلا في عندك مخيمات العري مثلا كنت عم بشوف انا هيك عم بقرا بفرنسا في 30 مخيم عري بيعتبروهم هول دي كان دو فاكانس يعني بتروح عيل بتقضي فيها العطله الصيفيه تبعهم هلا هول مرتكزين على مبدأ أساسي هو احترام الجسد احترام الجسد مين ما كان ولد كذا هذا وإنه هن عندهم مورال ممنوع التصوير ممنوع يفوت عليها صحفية وممنوع كل حركة أم كلام مبتذل أم هيك شيء يعني يكون فيهم تحدي بشكل أشكال الحرية يعني بروح بعيشوا فترة حرية باحترام الجسد ويمكن ما بعرف أنا لوين بيوصلوا بالنتيجة هن بالنهاية بس هيدي فكرة احترام الجسد كتير مهمة لأن الجسد عم بيصير سلعة ببعض الأشياء الإباحية وكذا إذا بتشوف كلمة بورنوغرافي جاية من بورس بالإغريقي جاية من كلمة مثل بروستيتوشن يعني الإباحية بتبيع الجسد مثل ما الدعارة بتبيع الجسد كمان يعني كلها ارتكزت على أشياء مادية واستهلاكية وفي ناس بلشت هي بالسويد بصور بورنوغرافية يصيروا تحت فكرة أنه التربية الجنسية يفرقون للأولاد ويبيعون ياهن بعدين بلشت الأفلام بالسبعينات وفي ثروات انعملت فيها هيدا. طبعا كل حال ما فينا نحكي عن العري بالفن نفصله عن العري بالمجتمع بالحياة وعلاقة الإنسان بجسمه مثل ما بلشنا الحوار ليش برأيك كريم الجسد المرأة مش هلا اذا ملهم او مش ملهم اكثر بس ليش هو اكثر حضورا بالاعمال الفنيه يعني من الاغريق واليونان والرومان لليوم بنشوف انه مرق فتره مثل ما تفضل استاذ جوزيف استاذنا كلنا كان جسد الرجل المحارب المقاتل الاله اكثر بس بعدين على مر قرون طويله من الزمن جسد المراه اكثر يعني حضورا بعتقد يعني أنا ممكن أعطيك سبب بس بتخيل أول شيء نظرك يعني بوجهة نظري بعتقد إنه أغلبية الفنانين بهيدي كانوا رجال أول شيء ثاني شيء حتى هيدول الرجال لو كان عندهم ميول صوب الرجل بكتير فترات هيدول الأشياء كانت كمان مقموعة فكانوا يعملوا ترانسفير إذا بدك على غير جسد بس يعني أغلبية العالم اللي كانت يعني الفنانين اللي كانوا عم بهيدي الفترات كانوا رجال طيب أستاذ بيير السؤال اللي ما جاوبنا عليه قبل شوي اللي هو إنه جسد المرأة باللوحة التشكيلية خصوصاً سواء الغربية أو الشرقية جسد مكتنز جسد بالتعبير هيك السوق شوي ملزلز صحيح ليه؟ هلأ بعكس ما بيعتقدوا تبع الموضة والواحد إنه المانيكان مفروض تكون ضعيفة تكل الإيسات ما صارت خطين ثلاثة بيرسمها بالفن مطلوب الفوليوم أنا راح أحكي كنحية أستاذ جوزيف بيحكي كرسام الفوليوم الحجم مشان هيك إذا بتعمل امرأة ضعيفة أو نحيفة ما بتعطي هالجمال للعمل الفني بينما إذا في القواعد النحت هي الفوليوم الأحجام
منشان هيك بالمنحوتات او باللوحات بتشوفهم لزلزه مثل ما قلت، لان هالتلزلز هالفوليومات هي بترمز وبتعطي الجمال الانثوي. صحيح، من هالمبدا روبانز كل النساء كلهم بطوليه اجسام مش هكذا بيور دون نو مش ستيك. هيدا التعبير الصحيح، هيدا التعبير الصحيح بدي اقوله هلا بيور دون. شفت زايدة نرجع هيدا الموضوع، بعتقد هيدا بيرجع مش بس على يعني الاستيتيك والفوليوم، بعتقد هيدا بيرجع على يعني الرجال بحب بطبعه بحب الفوليوم، مشان هيك بالقاع عم بتلاقي انت بيتجه للفوليوم. بس ما بيمنع كمان انه اليوم بتلاقي في كثير ارتست كونتمبوران عم بيكبروا الفوليوم، ارتست كونتمبوران عم بيشتغلوا على ايش بيرك تبع اي اذا بيشيل انتبهوا باللوفر لو حصغير الباسيك ولكمشة ناس كم مثل المعكروني كمشة ناس. بس شو هالشغل؟ شو هالعبقرية؟ كانوا يشتغلوا الفنانين مش هذا مثلا فن فرجتنا بعد اشياء قلتوا لا فنانين لبناني او فيك تقول اذا كان فنانين اسبانيول يا ورود صارت عالميه اللعبه. ما فيش عاديه في هويه محليه هويه لا. بس هلا المدارس اللي مرقت بالعالم كله صح صار في منها كثير حركه باوروبا وبفرنسا، بس اجت المدرسه الرومانتيه قبل منها النيو كلاسيكيه مع دافيد. اذا بتشوف لوحات دافيد مثلا l'enlèvement de Sabine ياو l'enlèvement de Napoléon à Barcelone c'est la scène هلا بتشوف شو كان يشتغل شيء ما بيتصدق. طب انك عنده مدرسه 40 50 تلميذ يشتغلوا معه كان كلهم يرسموا النو. خلينا نحكي عنك استاذ يرسموا النو وبعدين يلبسوا زي لانه انا شفت لك بعض بعض اللوحات لحضرتك قد ايه بيلهمك يعني الجسد الممتلئ. خليك معي اذا بتريد اللوحات بيشوفوهن المشاهدين، الجسد الممتلئ المكتنس ملهم اكثر لك بهالحاله؟ ما بقدر لك شيء. انا الحقيقه قلت لك لوحاتي ما بتشتهيهم بتحبهم. ما عم نحكي موضوع اشتهى او مش اشتهى، موضوع انه رغبه الرسام اللي بثير اللي بثير بيستفزه ليرسم صحة. صحة مليحة في أحلى كمان في أحلى من الصحة. عندك تفسير دكتورة لموضوع حضور الجسد الأنثوي طغيانه بالأحرى يعني على الفن التشكيلي بشكل خاص؟ هلأ هي لأن المرأة كان دايما يحكى بجمالها أكثر، الرجال يحكى بالقوة تبعه بالعنفوان بكذا، المرأة بالجمال بالنعومة، والفن دايما بفتش على الجمال. هلأ الأجسام الملانة لأن الشخص أول ما بيشوف هو جسد أمه، يعني بيستوحي من الأم اللي هي المرأة المكتملة، يعني اللي نصح جسمها وكبرت وما كان في يعني كان في بالمجتمعات كانت كل ما واحدة تكون ناصحة وكذا كل ما تكون عروس منيحة أنه هيدي فيها تجيب أولاد منا ضعيفة منا مريضة، يعني كان في كريتير كان في مبادئ مؤسس عليها الجمال معايير الجمال كانت تروح صوب النصاحة وكذا. هلأ بعدين اجت بالقرن العشرين خلقوا لنا الرجيمات والكردون. صحيح صحيح. انت لعم اللي قاله الأستاذ جوزيف كارين يعني موضوع انه الأعمال اللي شافهم قبل شوي ما بيحولوا بهوية بخصوصية معينة بعض الأعمال، ما عم نحكي عن كل شيء. قدي اليوم العولمي يعني والهيدي الميديا المفتوحة كلنا بنشوف كلنا كلنا متأثر بكلنا، قدي عم تترك أثر يعني على الموضوع وشكل الموضوع، يعني على المعنى والمبنى على الأسلوب وعلى الأفكار. قلبت الموضوع كله فوقتنا تحتنا، بطلنا نحن محصورين بقلب جيوغرافية معينة. يعني اليوم ما بقى فيك تحكي بأشياء، يعني نحكي بالسياسة أو بالطبيعة أو بالجيوغرافية تبع بلد معين، بس نحن اليوم بذات الثانية موجودين بكل العالم بذات الوقت. طب هذا الشيء ما إنه سلبي، هذا الشيء كان شيء بالعكس إيجابي كتير، لأنه اليوم اختلطت المجتمعات كلها صار في انفتاح على أشياء كتير. ما في غير على موضوع النيو عنا ما انفتحنا ما يمكن حق عليكم حق علينا نحن مش عم توصلوا افكاركم وشغلكم مثل ما لازم. نعم زمان واليونان عم نحكي بلشوا كان الولد من صغير لانه المخلوق الوحيد اللي بالبستياب هو الانسان ما في غيره بيحط فيتمو ابينه الله يسامح اللي اخترع على الشغله. كانوا باليونان يلبسوا درابري الولد يقشع كتف اخته
جنب بنت عمه صدر امه صدر شغلة اوردينير مشي ما في شيء انه عيب ما عيب شغلة اوردينير بعدين لما نجي في عيب نخبي ونخبي ونسكر واحد صار الشك براسه بلا هيدي ما بيسوا هاي حرام وهاي عيب هلا انا ما شفت اشي لا برجيت بردو ولا غيره ما فيك تمنعهم هن حرين يتصوروا مثل ربهم بس كمان شيء يلجي له حدود اذا بتفرجيه ما فيك تمنع الفرجي اليوم ولد صغير بيشتغل بالانترنت احسن مني ما بعرف روح على الانترنت انا ما في سانسور ما عندنا طعمه بقول عملنا سانسور هذا الفيلم الاخر شيء طلع بمصر شو اسمه مولانا مصر مره ومطبخ مولانا حطوا له ربع ساعه صحيح. سانسور صحيح ما فين يشوفوه غير مطرح خليني اسمع راي الاستاذ بيير يعني بموضوع انه الصح العولمي الى يعني جوانب ايجابيه كثير بس صحيح. موضوع الهويه بالفن والخصوصيه كمان موضوع مهم يعني بمعنى انه بدك تقدم لي شيء بيشبهك شيء طالع منك اذا شيء بشوفه وين مكان فينا هو ذاته عن خصوصيه الشخص نعم. انا شو بعمل اما خصوصيه الوطن المجتمع هيدي ضاعت نعم. صار في تفرد أكتر هو الفن أكيد كان منفتح أكتر وصار يزم ويجي للفردية معناه راح يحكي عن شغلي تاني من زمان كان النحت ما في إله سيناتور ما يمضي نعرف العمل ما نعرف الفنان بس نشوف العمل نعرف صاحبه نعرف يعني. العمل ما نعرف الفنان بعدين شوي شوي صار في تفرد يزيد على العمل صرنا نعرف الفنان كتير منيح بوقت عمله ما بعرف هيك صرنا هلا هيدا موضوع تاني هيدا موضوع تاني السوق والتسويق والماركتينج مين اشطر من مين بهال صرنا بنعرف اسامي كثير وما بنعرف اعمال العولمه لغيه القوميه يعني الفن القومي يعني ما بقى في فنان من افريقيا عم بيشتغل افريقي في اكيد استثناء بس عم نحكي عن الكبار البروفيشنال صار العولمه يعني دغري عم صار الافريقي عم بيشتغل مثل الاوروبي والامريكي مثل الروسي والصيني انفتحت كل الأجواء عم بتخف وخفت كتير الأعمال الفن القومي عاد عن هيك نحن بلبنان تنحكي عن لبنان مصادرنا متنوعة يعني كل فنان وين دارس كل فنان من وين جاي بشهادته له تأثيره يعني متأثر من محل الجامعات اللي دارسين فيها مشان هيك كمان بلبنان ما بتلاقي عنا مدرسة يمكن بتلاقيها بالعراق بتلاقيها بمصر حتى هونيك بدها تخف وعم بتخف نعم. مشان هيك بلبنان بالفنون التشكيليين ما في مدرسة بتشوف في فنانين ومراحل في أفراد ومراحل كل لحديت هلأ ما حدا بالنحت نعم. بما في ما حدا قدر يعمل مدرسة عم بيعملوا تجارب فردية بس أكيد في تجارب مهمة نعم. في تجارب ما لها عايزة يعني هذا موضوع آخر بينحكى فيه يعني بلقاء بسبب العولمة بسبب العولمة كلمتين لأن بدي أخذ بريك لو سمحت بريك نأخذ بريك ونرجع نحكي عن العولمة ونحكي عن الجسد والفن ووقوعه بين المقدس والمؤنث لأنه دائما في هالإشكالية ومشوف ليش كارين مش راضية بينا يا بعد فاصل سريع Abricot, nuit, cacao, larmes de liqueur, noctambule, moi. Peppermint frappé, soif de café, lueur de liqueur, étincelle, moi. Banane blanche, ceste d'orange, lèvres liqueur, élixir, moi. Chéri, toujours et parfait amour, cœur de liqueur, sortilège, moi. Cassa, cliché, t'aura, liqueur, 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 moi. Free glass with every Irish cream bottle. أوقات الجوع صغير عبالك شي خفيف ما ينزع الأكل الطعم كتير كبير لما صاحبك يتجنن أستاذك يصير يتفنن لما اللعبة لازم يخلص بالتركيز كأنه خلص كندر بوينو بيخليك تشبع على الخفيف كندر بوينو لسه كبير لجوع صغير Hello Hello Bonjour
Kurt, it's a sedan car with full insurance. Yes. What is your religion, Kurt? Excuse me? Christian, Muslim. I'm Christian. Okay, yalla, come. I have the perfect car for you. Look, it's a safe car. At night, there is no street lights, and Rita will light the roads for you. If you're driving on autostrad, drive and don't think about potholes. My potholes, if you have Marjorie's, he will protect you. And if you feel lost, there are no signs. No signs, insa signs. Mar Antonio Salbedwene, he will find the way for you. Salli bidak awajak, and don't worry. Yalla. مشاهدينا الكرام، نتابع هذه الحلقة من برنامج وجهة نظر، وموضوعنا هو العري والفن أو العري في الفن. نناقش الموضوع من زوايا متعددة ومختلفة. النساء اللي عملوا يعني مثال للرسامين والنحاتين أو موديل للرسامين والنحاتين قلال، ولكن خصوصا بالعقود الماضية كانوا قلال، ولكن أسماءهم انحفرت يعني بذاكرة الفن التشكيلي اللبناني، مثل مريم، مثل ميشلين ضاو، مثل رناديك الممثلة القديرة اللي راح نسمع وجهة نظرها الآن. خلقت ببيروت وربيت بجونة لأنه أمي كسرولية. هاي بكسر أنا مع نسوي ودكات لما صاروا بلنا عشرين سنة سيقولون لعيب. أنا اسمي رناديك. من أنا صغيرة كنت أحب الفن. كنت أقف قدام المراية وأرقص بالي. كان في رسام اسمه ميشيل ميل كان يجي يعلمنا الرسم بالمدرسة، كان يحكي لنا عن التمثيل. تعرفت على صحبة أنا وياس وتروح لعنده على الأتريدي، قلت له بدي أتعلم الرسم. قال لي إيه أوكي، تروح بسرعة لماما، ما خبر ماما. قال له لك ذهب بدك تقعدي ترسمي. قلت له لا، ما بقدر ارسم. ترسمني شوي لترسمني. قال لي بدك تشرح شوي تيابك. قلت له ليه؟ اعوذ بالله، انا ما بشرح تيابي. صرت ابكي. صار يخبرني شو بتعمل الموديل قدام الرسام وكيف بيرسمها وليش بيرسمها. لانه الانسان مهم، جسم الانسان مهم حتى بالفن. شوي شوي يرسمني وجهي، ايدي، جيدي. بعد اللي صرت اعمل شوي من بالاول كنت بقدر اعمل، كنت ابكي. بعدين شوي شوي صرت العالم في مسقفين صاروا يحكوا ويكتبوا ومدري شو، انت الحاج ويوسف الخال، صاروا يحكوا عن الفن وصرت العالم تتفتح شوي شوي، صاروا يتقبلوا. بالجامعه اللبنانيه انا اشتغلت بالجامعه اللبنانيه وبالاليه. فاتوا في الفيديو زميلو كسروها، لوحات رسمينا الطلاب خزقوا بالسكاكين وعملوا اشياء فزعونا فيها، فزعنا. المدير قال بقى في موقع تعملوا شيء، خلص مين ما بقى فيه. ما كناش عملي، كنت عامل دو بياس، مش نيو كوبلت مهور، دو بياس. عطلنا البوستيب وممنوع بينينا ولا اجرنا ولا شو ما كان. كنت قاعدة يوم بيت النوت، انا بيت اجري بيتهم بشوفوها بيرسموا اجري. قال لي شايفتي هيك؟ قال لي ستر يا حمي. قلت له انا مش حلوة، انا موديل. بالجامعة وبالمجتمع كان في موديلات قبلي، كان في مريم، كان في ميشلين داو، وقعدوا اكثر مني من المريم. العري مش بس
مش بس جنس وما بعرف شو وتضليط وهيك وشو العادي، هو جواتنا نفسنا روحنا. نحن شو بنحس؟ جبال حاج تعرفت عليه بالمجتمع الفني وعجبته كإكسبريسون فناني وهيك، حب يرسمني يصورني مش بس لأنه حلوة، حب يصور الروح اللي فيي. إذا أخذني مش لأني أنا بعمل موديل، هو بحوى عجبه مني اللي فيي، عرفت كيف؟ مش إني أعطيك روح للإنسان. جوزيف رسام فنان، حب إنه يشتغل مع التلاميذ مع موديل. أنا قبلت لأن احترمته كفنان، احترمته كرسام، وكان شغل كتير حلو، وكانت القعدات كتير حلوة، وكان فيها رقي، ما كان فيها إشياء بذيئة. بطلب منهم إنه يحترموا جسم ويقدروا الجسم اللي عم يرسموه، لأنه هني عم بيعملوا إشياء فظيعة. الله خلقنا وهني عم بيخلقوا بالقلب بإيده والقلم جسم تاني الله خلقه. شهادة مهمة وعميقة من رناديك ومؤثرة. أنا وحدي من أجمل الحوارات اللي عملتها ببرنامج خليك بالبيت كانت مع رناديك، مسيها بالخير بحييها. يعني جرأتها وشجاعتها دفعتها ثمن، لأنه يعني اشتغالها كموديل للرسامين عكس عليها بجوانب تاني من جهات أخرى. أنا بعرف يعني هيك مسيرتها، واشتغلت على هذه على أرشيفها وحكايتها وحاورتها. اليوم كارين لما بدك تصوري حدا عاري، عم بتلاقي صعوبة أو سهولة يعني بإقناع الناس اللي بتحب تصوريهم؟ صعوبة كتير كبيرة. صعوبة كبيرة يعني حتى الأشخاص اللي مثلاً في أشخاص صورتهم مش باين، مش معروفين يعني. مش معروفين حتى اللي معروفين إذا بدك يعني الإكسبرينس كانت كتير قوية لهم، حبوا كتير، حتى يعني اللحظة كانت كتير قوية، الريزلت حبوها كتير. بس بتسمع دايماً أشياء مثل إيه بس بليز ما تحطيها هون بلبنان لأنه العالم بيعرفوني، إذا بتعرضيها شي محل بفرنسا مش مشكل، عرفتي؟ هيدا الخوف تبع المجتمع، يعني مع إنه هيدي اللحظة كانت كتير قوية وساعدتهم، لأنه الأشخاص اللي اشتغلت معهم في أشخاص كان عندها مشاكل بجسمها، يعني كان مش بس إنه تعيطها تتظلطي لأنك حلوة وعم تصوري، في بنات مثلاً كانت متعرضة لشو اسمه اغتصابات أو تحرش، صار في عندها إذا بدك مثل خوف من جسمها، خوف من إنها تتبين. بس قعدنا واشتغلنا على هيدي الحالة وصلنا أنا ترجع تشلح وتكون بهيدي اللحظة قدام هالكاميرا تحت هيدا الضوء تقدر تشوف هيدي الصورة. طب هيدي اللحظة كلها عم تنمحي لأنه في مجتمع من وراها عم يرجع يذكرها أنه هيدا شيء عيب. شو هو اللي عيب هون؟ نشوف كمان أنه الفن مش بس للمتعة والجمال، والكمان له يعني له هالدور العلاجي بكتير من المناحي، أو النفسي والروحي. بهالمعنى استاذ بيير، كيف تتعامل يعني لنفرض انه شفت يعني هالمثال او سمعت هالقصة اللي قالتها رينيدي، كيف تنظر لهالتجارب هاي؟ وكي بتكون عم تشتغل نعم تبقى همك الابداع، همك نعم العمل، كل شيء تاني افكار او شيء مستحيل مستحيل تفكر، بعكس ما الناس بتتخيل. نحن اكيد بدراستنا الاكاديمية كنا كل يوم في نيو نعم. إن كان مذكر أو مؤنث معنا لفترة 3-4 ساعات كل يوم عم تشتغل نيو نيو، مش إنه نيو مستر شوي لا، بس مستحيل تجيك أفكار شريرة نعم. مثلا حضرتك لأن درست لأن بتكون بأوكرانيا بكييف نعم. بالأكاديمية الأوكرانية، فبتكون بحالة الإبداع، همك كيف بدك تعبر، كيف بدك توصل فكرة، ما همك بسخافات وبأشياء تافهة نعم. عكس ما الناس بتحسب، مثل الطبيب، مثل الطبيب يعني عم بيشوف العري تيعالج، ما عم بيشوف العري تا نحن ذات الشيء. تعرف قريت لي أفكاري عم بتدور براسي الفكرة إنه فعلاً في شيء بيشبه علاقة الطبيب بجسم المريض، إنه لما عم يتعامل مع هالجسد عم يتعامل معه بمعزل عن صاحبه تماماً.
الهدف أسمى من أنك صح، لأنه عم ياخدوا كمان على محل في بعض روحي وفي بعض جمالي وفي بعض أديه. في فعلا قالت رناديك أنه أديه كان في احترام، أديه كان في يعني بالعلاقة معك كموديل هي والرسام اللي عم رسمها وحضرتك بحية عم تحكي عن حضرتك كان. الحكي ما انتبهت عن من هيك حكيت عنك رناديك تعرف لما كانت بنت صغيرة بسالفة يجونك تريفر فيه لبني بوزيو ولاد كنا نحن. بعدين لما جيت من مدريد بدي موديل قالوا لي رنيك تلفنت لها بلشت تجي بريفي تعال انا ومار جنرال صديقي الله يرحمها وست تاني بالبيت عنده نشتغل انا ساعدهم شوي ونشتغل يعني. بعدين صارت عندنا بالجامعه تعرفت عليها مدة كبيره رني انساني طيبه وبعدين التقيت فيها بالمسرح وفنانه وشغيله ومحبه مثل ما كانت مشرين كمان ومريم والموديل مهم يكون عندك موديل تقدر تشتغل طبعا. دكتورة شاهين يعني بموضوع علاقة الإنسان بجسده أشارت لنقطة مهمة كارين أنه بتحرره يعني في جزء منه لما بتعرر الإنسان قدام فنان عم يتحرر من مشاكل من عقد أحيانا عم بعيش بعلاقته مع جسده. قد ايه العلاقة الملتبسة بيننا وبين أجسادنا في هذا الشرق حتى المتحررين منا يعني لما حدا بينزل على البحر ليسبح وهو فول ميك اب وهو باخر موضه بالميو ببدل ثلاث اربع ميوهات ما هذا كمان علاقه ملتبسه مع الجسد مثل مزبوط اللي مزبوط سكر على يعني بمحل بيشبهوا بعضهم. قد ايه هالعلاقه الملتبسه مع اجسادنا عم تخلق علاقه ملتبسه مع الجسد لما عم نشوفه بالعمل الفني؟ مزبوط. هلا اللي حكيته مدام بدر كثير مهم. هالمصالحه مع الذات، قبول الجسد والمصالحه، قبول عيوب الجسد والمصالحه معه. واليوم هيدي اكيد بكره بتدخل كثيرابي مثل ما صار الرقص عم يستعملوه ثيرابي للاشخاص اللي ناصحين مثلا لمن بكبوا جسمهم بالاسباس وبيرقصوا بصيروا عم بيفرضوه على الاخرين، الاخرين عم يتقبلوه بصيروا هن يتقبلوه. يعني هيدي الشغله كمصالحه كثير مهمه. بس الجمهور لمن هو بيشاهد اشياء فنيه لمن بيرجع بيشوفها مش دائما بيشوفها بهالنظره. الجمهور اوقات بيتعود يعني لو بيتعود عليها لازم يتربى. لازم يعني ينشأ يصير يعملوا له تنشئه يتعود على هالشيء لان في نوع اوقات من تلصلص. يعني بتشوف ولد عم بيشوف شيء على الانترنت مثلا بسيط كنا ببرشلونه بالصيف الماضي معي اولادي ابني وبنتي 9 سنين و8 سنين فتنا على متحف لبيكاسو. كنت عتلان هم انه كيف هالولدين الصغار رح يتحملوا اولا نطره بالصف اللي هو بيطلع كيلومتر لحتى يوصل دوره الواحد ليفوت وانه شو بدني يعملوا جوا يعني بدني يزهقوا انه اولاد صغار تعت ظهريهم بس فاتوا قد ما اندمجوا بالجو وعم بيشوفوا العالم كيف صارت بنتي تحمل هالبروشير هيك وتتطلع وتتامل وتقرا وانه يعني فليش فاتت بال انت علمتهم انت هون اعطيتهم تربيه ليشوفوا الفن من ناحية الجمال، يشوفوا الجسد باحترام من ناحية الجمال. أنا سميت ابني دالي على اسم سلفادور دالي. هاي هاي شغلة كتير مهمة. كارين شغلي تعقيبا على اللي عم تفضل فيه دكتورة شبيه. اليوم في بس شغلة صغيرة إنه صرنا كلنا ناطرين بعضنا. نوعا ما بهذا المجتمع يعني اللي بيتصور مظلات ناطر انه المجتمع يتقبله لحتى يظهر الصوره مزبوط. ويلي بده يتعلم انه يقدر يشوف هذا الشيء ناطر انه حدا يعني ناطرين كلهم رني تانية لحتى تنزل تحت الدولاب لحتى يرجعوا يتربوا بس هذا مش ضروري يصير لان نحن كمجتمع بنعيش بشبابيكنا مفتوحه بنتفرج على الجيران بنتلصلص على الناس مين مرق بالشارع مين كذا هل بنتعامل مع العري من ثقافتنا من اللبناني منه عايش بقلب جوه بقلب هيدا بهمه كمان الآخرين وهيدا شيء كتير غلط. دكتورة شاهين قديه نتعامل أحيانا مع العري باللوحة بالفيلم السينما بالمنحوتة بهالمنطق التلصص يعني بمنطق أنه كأنه عم نشوف شيء يعني مزبوط وهيدا عم بتبلش عند المراهقين من الأشياء الممنوعة مثلا لأن ما عندهم هالتربية الفنية أول عرب بيشوفوه بالأفلام الإباحية البورنوغرافية بيرتبط ساعات العري عندهم بيرتبط بالحشرية في حشرية طبيعية تشوفوا كيف الأشياء وبعدين بتصير ترتبط عندهم وبيرتبط عندهم العمل الجنسي مع
العنف هي اشياء كثير خطره، يعني بصير هن يفكروا العمل الجنسي هو عمل عنيف ام شيء ام كذا، كل الاشياء بتنربط فيهم وبصيروا بعدين هن يحبوا يصوروا. قديش في ناس بتتلصلص وبتصور وبعدين بتوصلهم لاشياء اخلاقيه، لان التلصلص هو انك تفوت على الحياه الحميمه تبع الاخر ضد ارادته. صحيح. مثلا بصير يصور جاره بيصور كذا، بعدين بصير عم نشوفها بافلام، بصير في تهديد، بصير في شانتاج على الصور على شيء. مثلا اذا باوروبا واحد، القانون الاوروبي واحد صور الثاني بلا ارادته، في عنده سنه حبس و45 الف يورو بده يدفعهم جزاء. هون بيظهر بالصوره مبسوط فيها، بنزلها بالمجله انه انا لقطت هالممثل بصوره كذا وبيصورها وهيدا. استاذي يعني انطلاقا من اللي تفضلت فيه قبل شوي انه ايام الرومان كان يتعود الولد او من هو وصغير انه بيشوف كتف عاري، بيشوف فخذ عاري، بيشوف نتيجه نمط اللباس والحياه. اليوم قديش مهم نعود اولادنا مش على العري بالفن، على الفن بالاول، الفن المضبوط يعني على لوحه، على منحوتي، على مسرحيه عميقه شوي، على فيلم سينما له نكهة. مزبوط. بس شغل كتير مهمة، وهذه بدك اختصاصيين بعلم الاجتماع. نعم. هني يعالجوا الشغل أكثر من الفنان. أنا والنحيف ما في علاجة. ما يا أنتو كلمة. نعم. أول شيء بدي ألفت نظرك لعبة خبرية العولمة. واحد فوت على مطعم، ده حسبوا لبناني فات على مطعم، بيجيبوا للصحن شغل إيطاليا، الشوكة شغل الصين، كيف بعرف وين اللحمة جايبينها من البرازيل، العم بيخطبوا من سريلانكا، الشيف من ايطاليا، مهيئها العولمه، خلطوا اللعبه مع بعضها، بدنا نشوف شو في وراها وكيف في شكل خبريه. مش هناك ضيعوا الشيء الانديفيدوال. هلا النو بدي ارجع عنه، النو هو كمان كومبوزيسيون بده يالف. لاش هلا شفنا نو لبعض اشخاص، ان كان نحت يو رسم، هالاشياء اللي عملهم ميكيلانج لانه سميناه، بدك تشوف وراهم لي ديفين بروبورسيون، في نسب كانوا يدرسوها تيوصلوا على شيء اسمه هارموني. اليوم ببرم هذا صدره وهذا اجى بحطه يلا وقلبه يقول له خلص هيها بلوها هيك، اي معلوم تتخربط اللعبه. الولد سلمي دير ياسي شو اصلا اذا بتشوف لي كروكيات تبعولهم المسودات والاشياء تبع لوحاتهم تبع المتاحف بالعالم تبع يعني بتشوف درس اناتومي، درس اناتومي ليوناردو دافنشي. على الفنانين اليونانيين والرومان والكلاسيكيين لحد هلا اشتغلوا على بروبورسيون، بسموها بروبورسيون دور نومبر دور بور دارموني، اللي الطول ايدي بالنسبه للافومبرا هي زيت النسبه اللي بتعطيها. اذا بدي احط الافومبرا على طول هاي يزيد دقيقه او بروب يشتغلوا يعني يكسروا راسهم، مش يوصل اول زيح يعملوا نيف. انا اول ما عملته كان الراس باول الصوره، الاجرين طلعوا برا، عمر قال لي لا انا كمان عملتها بدها تتعوض. كم مره الجسم الراس موجود بالجسم؟ حتى عندي الفراعنة قد بساطك بدي شيء ما تمدهم عند الجيران. الفراعنة بتشوف كم مرة كان عندهم الميديوس هالأصبع 22-23 فوا موجود بجسم عند اليوناني والروماني، طبقوه على الهندسة بتلاقي بالكولون دوريك اللي هي الرومانتيكية عندهم نسبة الشابيتو اللي موجود، عرض العمود موجود 7.5 مرات من المرات بطوله إلى آخره. كان في نسب يطبقوها بالهندسة وعلى جسم الإنسان وعلى الموسيقى وعلى الشعر، يعني كان الفنان يتعب على حاله ويكسر راسه، مش اليوم راح اشترى شوية ألوان من المكتبة هاي جابوه وراسها عملوا له دعاية صحفية بيع كل لوحاته خلاص بعناها بمليون دولار صارت ماشي مش هيك خبرية صار فنان بصير أنا بس صار صار بزنس ما عاد فن صار بزنس بهالحالة يعني. فوت شوف فيرمير، فيرمير كل حياته ما انه لسه 20 متر مربع، اذا بجمع له كل لوحاته على بعضه ما بعبى حد، بس دنيرفيه الشهير. بعد ببالي شغلي بدي قبل ما يدهمنا الوقت، يعني هالجسد الانساني من لما خلقنا او من وقت نشوء الاديان على الاقل حسب ما بنقرا يعني انه واقع بين حدين، حد المقدس وحد المدنس، يعني يا اما اذا فلت هيك شوي راح على التحريم واذا راح هيك شوي كمان عم بتمس بال يعني بثوابت وبمقدسات. كيف تتعاملي مع هال المعادلة اللي مرات أنا بحس بدها مثل ميزان الجوهرجي؟
بفكر ما فيها. ما بفكر فيها. بس نيالك يعني أنا بجرب أكون صادقة مع أحاسيسي وما عندي يعني ما بحس إنه اللي عم بحسته لازم يكون فيه وعي. إذا عم بحسته يعني هيدا الشيء موجود جوا طيب بظهره لبرا بتطلع فيه ما بخاف منه وبس يظهر بتطلع إنه أوكي هيدا اللي أنا عم بحسه هيدا اللي أنا شايفته ما بشوف فيه لعيب ولا غير منه. عم أتمنى المتلقي يوصل لهالمرحلة كمان ونحن يعني المتلقي كلنا سوا. أنا لما بقول المتلقي مش عم بحكي عن حدا عايش بالمريخ عم بحكي عنا كلنا لأنه مرات حتى بتشوفي بأوساط ناس مثقفين ناس متعلمين كمان يعني في نظرة اللي إلنا سميناها ملتبس. أستاذ بيير قد إيه تطور يعني تغير مفهوم العري بالفن عبر المراحل عبر الأزمنة بالنسبة للفنان حضور الجسد أكيد بالنسبة للفنان لا نعم بس بالنسبة للمجتمعات أكيد يتغير كل نعم. مجتمع بيتقبله بطريقته مثل ما صرنا حكيين بس بالنسبة للفنان مستحيل يتغير نعم. كيف كان يفكر الفنان عم بيعبر بالنو بالجسد من 2000 سنة ومن 4000 سنة أنا بعدني بفكر بذات الطريقة يعني أنا أكيد ما بعتبره العري عيب نعم. إذا عم بعتبره عيب ما بعمله أصلاً أنا ما بعتبره عيب واللي عمله كمان ما بيعتبره عيب مستحيل يكون يعتبره إنه شيء غلط ويعمله ويحس فيه لهالدرجة يعني أنا هيدا العري في أعمل فيه أهم آلهة بيعبدوها الناس الحاليين في أعمل فيه أهم آلهة نساء بيعبدوها بدون ما سمي لأن بالنسبة لي هيدا شيء مقدس مثل ما هن آلهتهم مقدسة هيدا نوع من التأليه كمان واللي ما عجبه يدرسها كيف بطريقته بس بالنسبة لي لا أحساسي هيدا تأليه للجسد لهالدرجة. كريم بدي أرجع لعندك عندي هيك مقول صغيرة بعتقد أنه بتوافقيني عليها أنه العقل العربي من وجهة نظري لن يتحرر ما لم يتحرر الجسد العربي. تحرر الجسد العربي هو مش بس يعني بالمعنى الجنسي للكلمة لأن نحن دائما للأسف مرتبط عنا كل ما نقول جسد وعري يعني بروح الرد علينا أحيانا والنقاش معنا على موضوع الجنس هو علاقته بجسمه بكل بساطة إنسان كان بملعب فوتبول ولا كان على البحر إن كان بالسرير ولا كان خشبة مسرح هل قادرين يعني وشو اللي لازم نعمله لنوصل لمحل ومين بدنا نواجه بالدرجة الأولى برأيك؟ تربية درجة أولى ترجع عند الأولاد الصغار يعني اليوم بصراحة أنا مرات بقعد بتفرج على الأولاد الصغار بس يكونوا عم يلعبوا ما عاد في أولاد صغار صار في نسوان ورجال صغار بتصرفوا يعني بتطبق اللزق مثل ما عم بيشوفوا أهليون عم تتصرف يعني اليوم العالم إذا حاسين أنه في إشياء إباحية اطلعوا على مجتمعكم طلعوا على تصرفاتكم وربوا اولادكم بطريقه مختلفه لانه هي التربيه اللي انتم عشتوها وتصرفاتكم ما لنا سليمه لانه انتم اصلا ما لكم راضين عنها فما ترجعوا تطبقوها هي الذاته بدون ما تسالوا ولا تطرحوا على حالكم اي سؤال على اولادكم واولادكم على اولاد اولادكم و نقطه نفسها دكتور شاهين يعني نعم. بمعنى العلاقه بين تحرر الفكر والعقل وتحرر الجسد تحرر الجسد بالمعنى العميق للكلمة بالمعنى البعيد للكلمة مش بالمعنى فقط تحرر يعني أنه لبسنا بطريقة معينة أو عملنا شوية علاقات بحياتنا يعني جنسية أو عاطفية أو إلى آخره نعم أوقات بتحس المجتمع بيفقد الجوهر الإنساني تبعه يعني بيصير يهتم بالشكل الخارجي تبع الجسد نعم. ما عم بيهتم بالشيء اللي هو جوات الجسد هلا بيقدر يكون الشكل الخارجي كتير بشع بس يكون جواته شيء كتير جميل كما بيقدر يكون الموديل بشع مش ضروري تجيبه موديل يكون حلو كتير يعني الواحد بده يرسم أحدب الأحدب منه جميل بس بيقدر يرسمه بطريقة كتير حلوة لأن هيدا هون بيجي ستيل تبع الفنان بيجي الإبداع تبعه لأن الفن هو التعبير بجمال عن اشياء القبيحة ايه جمال القبيحة وهون لما بيجي فان جوغ بيعمل لك لوحه ليفيوس سوليه الصباط قديم يمكن الواحد بكبه اذا عطيه للخدم تبعه ولا ما تلبسه قدامه هو اخده ورسمه بس بجمال كثير حلو ووقت الكريتيك ما فهمه قالوا مين بده يدفع حق تا
تابلو بطريقه ثمينه تيحط عنده الصباط هو ما بيلبسه، لان ما فهمه انه ستيل هو اللي بيعطي الجمال، الجمال مش بالموديل اللي مش بالموضوع، الموضوع هو الموضوع. هو معالجه الموضوع مش الهيدا. وهيدا هون الاولاد اذا بدنا نربيهم على الفن نربيهم على شيء، مش انه هي هيدي مره حلوه مانوكان مثل الموضه انه صورناها حلوه فستانها حلو، لا هيدي في حدا رسمها وعطاها جمال يمكن هي ما عندها اياه، وبين لها جوان داخلي، بين لها وجهها للجوكوند مش حلو، بس بتحس انه عندها شيء ورا السرير تبعها، عندها شيء وعندها شيء بيشبهه تمام لدافينشي. يعني بس في عندي شغله، نحن هلا عم نطرحه لهذا الموضوع من منظار الفن انه نعم. بس هو ابعد بكثير، هو الفنان بيقشع الجمال الداخلي تبع كل الاشخاص بغض النظر عن البروبورسيون تبعولتهم، يعني ما ضروري تكون هالموهبه، ما ضروري تكون صغيره، ما ضروري تكون حلوه، بس بيقشع احساس تبع هذا الشخص او هذا الشيء اللي عم بيشوفه، هذا هو الشيء اللي هو الفنان عم بيعبر عنه. بس انت اليوم اذا بدك تعمل ادوكاسيون للاولاد، الاولاد لازم يتعلموا اول شيء قبل ما يشوفوا الفن يشوفوا العالم ويشوفوا حالهم، يعني يشيلوا هيدا الفلتر البريجوجي اللي موجود عنا، نطلع هي هاي قصيره، هي هاي ضعيفه، هي هاي طويله، هي هاي بس طلع فيها مضبوط. انت اجيل هدول انستغرام مثل هيك عم بتعزز هالفكره، يعني ربط كل شيء بالشكل ورابط بالاشياء، يعني سوري زي بس انه صار في عنا بشاعه، يعني اذا بتطلع اليوم بالمجتمع اللبناني صار في إنه نحن كنا معروفين، كنا معروفين إنه عنا جمال كتير بالشباب، بالطبيعة العالم عنا معروفة إنه نحن عنا الناس حلو يوم تطلع تما كلهم بيشبهوا بعضهم، وين صار في جمال بس كل العالم صارت متشابهة على قيود معينة. كله نادر وصعب. صديقي وأنا عطيل أنا الجملة أنا اللي عطيه. بتشكرك. استاذي بسك الختام معك، يعني نحن الوقت انتهى بجملتين بس، بجملتين انه نعود اولادنا على الفن، يتقبلوا الفن، يعني اللبناني مزوي واللبناني بحب بيته يكون مرتب، بيعلق لوحه ببيته، بس معظم الاوقات بنعلقها يعني بمنطق صالوني شوي، يعني ديكور. كيف بدنا لا يعني تروح القصة أبعد شوي، نعمل علاقة ثقافية وروحية مع اللوحة، مع المنحوتة، مع العمل الفني، وبالذات العمل الفني خليني نسميه الجريء، يعني ما بدي أقول العري، يعني الجريء هيك اللي بتعامل مع الإنسان وجسد الإنسان بطبيعي. إشي بالمدارس وبالبيت، يعني إشي بدأ تيجي شوي شوي بنشاطات بتقوم فيها البلديات والوزارة التربية والأهل. اليوم الأهل ما بيقدروا يربوا أولادهم، اليوم الأهل ما في ما بيسموا الأولاد من أمهم وبيهم، كل العالم تعرف لو كانوا بالجمهور يوم بأي مدرسة بيجيبوا أمهم بيجيبوا بيهم، ما عندي شو أقول، مشكلة كبيرة جينيريشن اي سما جينيريشن هايبرام شكرا شرفتونا، يعني فعلا كان حوار غني جدا وحيوي وثري. استاذ بيير كرم انا سعدت جدا بتشريفك وبلقائك، استاذ جوزيف مطر كبيرنا دائما حضرتك ودائما لك نكهتك الحلوه، دكتوره ماري روز او روز ماري شاهين عم بقلب لك اسمك مرتين اليوم صرت عاملها ما توصيني، بس المهم انه المضمون كان ممتع ومفيد. وكريم بدر اهلا وسهلا كمان، وجهة نظرك قدمت اضافه قيمه ومختلفه، شكرا. والشكر لفريق العمل للمخرج وكافه عناصر هذا البرنامج، والشكر الدائم لمشاهدينا في كل أنحاء العالم. نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير بإذن الله.